بعد التحية للجمهور، هذا عصام الشوالي ومعه عبدالله الحربي، يقولكم أصدقائي المشاهدين لا تفرطوا لحظة في متعة اليوم. الله على سحر كرة القدم، الله على روعة الفوتبول. الليلة مباراة ليست ككل المباريات، معركة هي أم المعارك، الحرب الضروس في عالم الجلد المدور بين كبيرهم البارسا وبين الكبير الريال مدريد. إذن ثقافات مختلفة لكرتين مختلفتين بنجوم مختلفة، الليلة سهرة بل هي متعة يا عبد الله. الليلة يا عصام تشل فيها نصف الكرة الأرضية، تتوقف نبض الحياة في نصف الكرة الأرضية لأجل متابعة ريال مدريد وبرشلونة. النادي الملكي ريال مدريد، الفريق الذي تأسس 1902 وتم اختياره نادي القرن في فيفا عام 2000، وهو النادي صاحب النجاح الأكبر على المستوى الأوروبي بعشر ألقاب في دوري أبطال أوروبا. ولا شك أنه الجميع يعرف أن لريال مدريد قيمة مختلفة. إذن انتهت كل الأمور الشكلية، الآن أمور جدية رسمية. بصافرة البداية يطلق الحكم إثارة كرة القدم. سيرجيو بوسكيتس، إنييستا، شافي، بيكي، إنييستا، ليو ميسي. جميلة من المهاجم لكن الأصل ضعيفة من الدفاع. يجب أن تكون التمريرة الآن. المدافع في تعامل جيد مع الوضعية. طبعا برشلونة من أكثر أندية العالم ألقاب وجماهيرية في العالم، الفريق الذي فاز 4 مرات بالشامبيونز ليج. نعم، يحكى أيضا عن برشلونة أنه حقق 78 بطولة رسمية. ليو ميسي، شافي، تسديدة وكرة تمشي باتجاه المرمى. لويس سواريز، ضربة في اتجاه المرمى، فرصة ما زالت متاحة رغم تصدي الحارس. سيرجيو بوسكيتس، فرصة وكرة تبعت من الحارس. تسديدة قوية من بعيد لكن الكرة تعلو العارضة. كرة كانت قوية لكنها ذهبت عالية جدا. كأنه آخر مدافع خرج من منطقة الجزاء وسط الكرة. قرار جريء وقرار ممتاز ومناسب. كارفاخال، رمية جانبية. لوكا مودريتش، كرة ضربت فيه وخرج التماس.
الكرة معهم الآن في نصف الملعب. توني كروس ليو ميسي، محاولة تسديدة قوية، هدف رائع. دورلي يستحقوا الهدف لأنهم حاولوا كثيرا ومرارا وتكرارا فرص على المرمى، وهذا الجول. عند العرب يقولوا كثر الدق فك الحمى، وهذا اللي صار في المباراة. تعتقد بأن حارس المرمى كان مخطئ في تقدمه؟ لا ننسى هذا الأمر، بل تسديدة ميسي المدهشة. ما زال البارسا هو الفائز. كريستيانو رونالدو. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. شافي. نيمار. إنه باتجاه المرمى من هذه المسافة يحاول يسجل جول. كرة برا الخط ستعود على التماس. نيمار. سهل العرضية اللي كانت للمدافع. دفاع أمامه يسدد. كرة صعبة أمام المرمى. نزاع حقيقي على الكرة. إنييستا. تمريرة ممتازة وفرصة رائعة. من هذا المكان يجرب حظه بتسديدة قوية. ممكن يفكر بالتسديد من هنا. كرة خارج الميدان، ضربت في اللاعب. جيمس رودريغيز. شافي. هي سيرجيو بوسكيتس. مارسيلو. لاين مان يرفع الراية. أوفسايد. لا لوم على اندفاع المهاجم، اللوم على من مرر. كان يجب أن يمرر مبكرا لكنه مرر وقت التسلل. بيكي. لويس سواريز. الآن نذهب إلى فترة استراحة بعد نهاية الفترة الأولى. نتمنى نستمتع بفترة ثانية ممتازة كما كانت الأولى. تسديدة وكرة باتجاه الحارس. ركنية لفريق اف سي برشلونة. ننتظر القرار التأديبي للحكم. بعد ما صفر المخالفة أي ورقة سترفع. نقص عددي وأنت فايز. يظهر لي ثم تعامل مع المباراة، تعامل أولها في رأي نفسي. لابد كل لاعب يزيد من عنده في عوض يلعب 100%، يعطي 110% باش الفريق يتكاتف ويتكاثف من أجل الانتصار. طبعا زميلي عصام، الروح هي من تعوض النقص. الروح ستجعل في أرضية الملعب 20 لاعب إن كان قد نقص منهم لاعب. كريم بنزيما.
نيمار، سيرجيو بوسكيتس، تمريرة لليو ميسي، كرة تمشي باتجاه الحارس. غيرك ما يلزمنيش، غيرك ما فيش، منك اثنين ما فماش، مش ممكن حارس ولا اروع. اداء غير مقبول، وبالتالي التغيير كان يفرض نفسه. لم يكن المدرب اي خيار ثاني، اللاعب خارج نطاق الخدمة تماما. طبيعي جدا ما حدث من مدرب الفريق بان يسحب اللاعب بعد ان قدم اداء باهت في هذا اللقاء. سيرجيو بوسكيتس، ملا كرة. لويس سواريز، حارس يوقف كورته، الكرة بين يديه. لوكا مودريتش، جيمس رودريغيز، تحويل وجهة الكرة، شاهد كيف يمرر. عرضية في الجناح لليو ميسي، هجوم رائع، لويس سواريز، جول 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 جول. الفارق يكبر بهذا الهدف. عندما تسدد رأسية بطريقة هذا اللاعب حتما سوف تسجل تلك رأسية خارقة. نظرة أخرى للهدف من زاوية مختلفة. لوكا مودريتش يتعدى في المنطقة، يلعب على هجوم مرتد. كرة في اتجاه نيمار، كرة ستعود للملعب من التماس. نيمار، كريستيانو رونالدو، كأنك في حضرة تنازع حقيقي على الكرة. جيمس رودريغيز، تسديدة وكرة تمشي في اتجاه المرمى. ضربة ركنية للريال مدريد. رغم محاولته ورغم مجهوداته يظهر لي التوزيع كانت قوية، ولذلك شفنا كأنه انقر الكرة بالرأس، ما ضربهاش كما يقولوا. نعم، الخطأ ليس خطأ، هو كان قريب جدا من الوصول إلى الكرة بمحاولة بقدر المستطاع، لكن بالأخير لم ينجح في ذلك. نيمار، هذا اللاعب متميز، يبذل مجهود غير عادي لافتكاك الكرة واستعادتها. مارسيلو، كارفاخال، نشوفوا التمريرة عرضية، كرة ستعود من ركنية للبلانكو. هدف ملعوب، شوف معاي الإعادة. صحيح، رأسية أرسلها من داخل منطقة الجزاء لتدخل وسط المرمى. عبد الله، كمدرب سابق في كرة القدم، تراشي أن المدرب الآن اللاعب هذا اللي خذا ورقة صفراء يلزم يخرجه، والصفراء الثانية يلعب بنقص عددي مزدوج، تنساش عنده ورقة حمراء في الفريق. بالفعل زميلي عصام، اللاعب الذي نال على الورقة الصفراء يجب أن يخرج الآن قبل أن يعاني الفريق من نقص لاعبين في أرضية الملعب. كرة لن تصل المهاجم، وبالتالي كرة تضيع. بيكي، جوردي ألبا، إنييستا،
محاولة تسديدة قوية، اختيرة والكرة ترتد من القائم، كانت قريبة للهدف. كرة اوت، ستلعب من تماس. شافي، لويس سواريز، دفاع امامه يسدد، ما زالوا متقدمين في النتيجة وما زالوا هم المسيطرين، وفرصة تضيع لهدف جديد. بيبي، سامي خديرة، تدخل قوي والدفاع ويفتك الكرة. من هذا المكان يشرب حظه بتسديدة قوية. الكرة ستركن من حارس المرمى للهجوم. الحارس يشاور لزملاء بالتقدم للأمام. خطأ واضح لبرشلونة. حسب طبيعة المباراة اللي شاهدوا فيه، يظهر لي المباراة مؤهلة لأوراق أخرى. القرارات صعبة من الحكم، ورقة حمراء الآن، إنذار، والقادم صعب جدا على هذا الفريق. الفريق يفقد السيطرة على المباراة زميلي عصام، لذلك تكثر البطاقات عليه. انتهى كل شيء، صفرت نهاية المباراة. مباراة قمة في كل شيء، في كل شيء، في روعة الأداء، في روح الانتصار، في أجواء المدرجات والمشجعين كانت رائعة جدا، وروح رياضية كبيرة. يظهر لي مباراة حقيقة دائما نتمناها مع كل